السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. أعظم آية في القرآن، أعظم آية في القرآن بكامله هي هذه السورة اللي قريتي الآن، هذا المقطع اللي هو آية الكرسي كتسمى آية العرش. وهذه الآية بوحدها راها تزين ملء السماوات والأراضين. وهذه الآية بوحدها فيها السر ديال اسم الله الأعظم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، الحي القيوم. هذه السورة فيها من الأسرار ومن البركات ما الله به عظيم، حتى إن الجن والعفاريت حينما تقرأ عليهم يخنسون ويقيدون بالسلاسل والأغلال. هذه السورة لما يقرأه العبد المؤمن تحصن المكان وتحصن الممتلكات وتحصن الأنفس وتحصن الأجساد وتحصن كل شيء. هذه الكلمة، هذه السورة العظيمة آية الكرسي، وجب على كل مؤمن ومؤمنة أنه يقرأها ويرددها. احنا أولا مطالبين أن نقرأها على الأقل 7 مرات في اليوم. المؤمن مطالب أن يقرأ سورة الكرسي على الأقل 7 مرات. كيف ذلك؟ في الصباح الباكر من اللي كيفيق خصو لابد يقرأ سورة آية الكرسي، ثم عقب كل صلاة، عقب كل صلاة في الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء لابد أن يقرأ آية الكرسي. ثم عند النوم لما يغط في نومه قبل ذلك يستقبل القبلة ويقرأ سورة الكرسي، أسأل الله تعالى، أو آية الكرسي. سيدي محمد الله يرحم الوليد، الله يسع عليه الرحمات، وكنشكرك على هذا الخير ديالك، وبارك الله فيك وفي كل أهل القرآن، آمين يا ربي يا كريم. يا الله، بسم الله. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. آمنت بالله، صدق الله مولانا العظيم. ما شاء الله عليك، صدق الله العظيم. بارك الله سيدي محمد، قرية جميلة مغربية بالنغمة المغربية، الإيقاع المغربي الجميل، تبارك الله عليك. الله ينوركم، راكم عزاز عندنا، راه دائما في قلوب ديالنا سيدي الحاج، الله يكرمكم ويمتعكم، الله يشافي جميع مرضانا ومرضى المسلمين، الله يسر الامور للجميع، الله يحفظ لنا المغرب ديالنا، الله يحفظ لنا الامير ديالنا، الامير سيدي محمد السادس حفظه الله ونصره، الله يحفظ لنا الشعب المغربي داخل الوطن وخارج الوطن. والسلام عليكم بلا ما نطولوش على المسلمين. شكرا، شكرا سيدي محمد، شكرا لك، الله يعاونك، وكنشكرك على هذا النور اللي عطاك ربي سبحانه وتعالى وكرمتنا به، قرأت لنا آية الكرسي، وهذه آية عظيمة. تحية لكم سيدي الشيخ ديالنا سيدي قريبان، تحية لك، والله إلا راه توحشنا السو ديالك مدة هادي، راه قريبة عام هادي باش عيطت عليك، ما ديك الساعة الوالد ديال الله يرحمه ويرحم جميع الموتى المسلمين يا رب يا رب، ويغفر لهم ونور القبر ديالهم ويجعلهم من جنة الفردوس الأعلى إن شاء الله يا رب العالمين، يا رحمنا رحم الدنيا ولا رحم في الآخرة. آمين آمين يا ربي يا كريم. عقلت كلام اللي عيطت عليك في رمضان سيدي الحاج، أي كنذكر السي محمد، إياه الله يرحم الوالد ديالك، كنذكر أخويا وكنت متأثر ديك الساعة. لا إله إلا الله. يا
ايوا راه غادي نقول واحد الناس واحد النصيحه اللي يبقاو عنده الوالدين ديالها شي حاجه تهلا فيهم الصبر وما ما يغيرهم ويتسافع معاهم ويتيسر معاهم راه الا مشاو تخطاو راه صافي لا اله الا الله. خويا محمد دابا نفترض لو ان الله تعالى رد لك الوالد ديالك اش غدير معاه؟ كي غتعامل معاه؟ ايوا غادي نزيد من داك الشيء كاع غادي نزيد زعما نطلع الله فيه مزيان ما نبقاش نفرط فيه والحمد لله كاع انا ما فرطت فيه ودائما ميسر معاه ودائما كيقول الله يرضي عليك زعما انا وياه دائما كيرضي عليا وما كنديرش ليه شي حاجه زعما اللي غادي نقلقوه. سعدتك اخويا. حيت الانسان يطلع الله فيه راه شحال واحد دابا عنده الفرصه في اليد ديالو ولكن كيمشي يخليهم شي مسكين تيديهم لدار العجزه سي الله يستر كاع كيضربهم وداك الشيء خاصو ما يبقاش اسيد الحاج. لا حول ولا قوه الا بالله. ايوا لا اله الا الله وبغيت ان شاء الله نقرا لكم واحد الصوره ان شاء الله. هي تبركوا بها سي محمد يا خويا. راه شي نهار ان شاء الله بغيت كنتمنى ان شاء الله شي نهار نجي شي نهار الجمعه عندكم الاذاعه نقرا لك واحد الصوره ان شاء الله شي الصباح ديال الجمعه ان شاء الله نشفت بها ان شاء الله. يا ربي يا كريم مرحبا خويا مرحبا. بارك الله كلام الله تعالى شكون اللي كيشبع منه؟ ان شاء الله الحمد لله الحمد لله ونعم بالله ونعم بالله. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.